أحد الأخوة إن هو يتحدث عن إنه قام باكتشاف السيد أو محمد جوحي، المتهم محمد جوحي، بطريقة بوليسية وكأنه جيمس بوند وأخذ البطولة، والآن يتحدث من على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي من أنه يعني القائد أو الشخص المحنك اللي استطاع أن لا. هذه شوف، الأولى تحياتنا لإخواننا في جهاز الأمن الوطني. حقيقة محمد جوحي، خلنا أتحدث بمعلومة كلش مهمة، نعم، إن لم تكن 6 أشهر فلربما أكثر من هذا الموضوع، وهو تحت أنظار جهاز الأمن الوطني والأخ أبو علي البصري، وكانت عملية يعني جمع معلومات دقيقة جدا، ومن ثم تم القبض على محمد جوحي ليس بجهود سين أو صاد من الشخصيات التي أخذت دور البطولة الآن، لا، هنالك رجال ظل يعملون بالظل حقيقة، ولهم كل التقدير والاحترام. هؤلاء هم من يحمون الدولة العراقية. والله إذا ثبت التحقيق أنه متورط، فليش مو جيمس بوند هذا النائب؟ لا لا، هو أنت ليش تأخذ شو اسمه جهود غيرك؟ أنت ليش صادر جهود غيرك؟ هنالك جهات كانت تعمل بشكل دقيق ومستفيض بهذا الموضوع، عملت لفترات طويلة، أنا كما قلت 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر. المواضيع المخفية تطمطم، ممكن تطمطم. لا لا لا، مو تطمطم. هذا الرجل هذا قال 1، 2، 3. لا لا لا، مو تطمطم. هذا الشغل احنا خلنا نتحدث بقضية دقيقة وبقضية مهنية. دائما ما يكون عمل المؤسسات الأمنية دقيق وسري، زين، يجب أن يخضع للسرية. أما أنه تستحصل على معلومة ومن خلال هذه المعلومة، لربما واحدة من الأمور هي رسالة وصلت لي هذا النائب والنواب. من هو النائب اللي تقصده؟ جيمس بوند منه؟ هسه معروف، خلنا نعرف جيمس بوند مجلس النواب منه. لا لا، معروف الأخ مصطفى سند. إيه معروف.